اتفضل. شفتي العز اللي عايشين فيه؟ انتي بتقولي فيها دي شقة ولا في الأحلام؟ اه كله من شقنا وعرقنا. أمال فين أم العروسة؟ لحد شافها الليلة ولا حضرت الفرح؟ فرح؟ فرح إيه بلاخ يبقى؟ دي العروسة زي ما تكون مضروبة على قلبها ومشربين لها العريس كده بشربة خروع. تحمد ربنا إنه رضي يتجوزها بعد ما سيرتها ما بقت على كل لسان، بس اللي اسمه مرشدي ده يستاهل، أهو اللي عامله في بنات الناس أهو اتعمل كله في بيته. ايه يا اختي منك ليه؟ انتوا ما بتزغرطوش ليه؟ ده كل واحدة في كل سنة طول ومتر وما بتبطلش راغي، اتخرست دلوقتي ليه؟ بتزغرطي يا بنتي منك ليه؟ يلا يا اختي منك ليه؟ طريق السلام، يلا متشكرين. متشكر يا عوض، وادي كل واحدة حضرة الفرع 20 جنيه. لا 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 20 ده ايه يا مرشدي بيه؟ احنا متفقين على 50 عشان نعمل للعريس والعروسة منظر. حر ونار في جتتكو، اديهم اللي هم عاوزينه وخدهم على اي محل كشري عشيهم، لا يقولوا اهل العروسه ما عشوناش في الفرح، حكيمان عارفهم. امرك مرشدي بيه. يلا يلا يلا, يلا متشكرين. يلا يا بنت يلا يا بنت، شوفي اخويا ماشيه ازاي، ما تمدي يا بنت انت وسطك منمل. يلا 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 عريس، خد عروستك وادخل اوضه نومكم يلا عشان ترتاحوا، ده انتوا تلاقيكم تعبانين اخر تعب. يلا يا بنت يلا وراها وراها، انت هتعرف السكه. يلا مبروك يا مرشدي بيه. يا ساتر يا رب يا ساتر، انا لما بشوفك بتشائم. في ايه؟ ستك فين؟ في اوضتها حبسه نفسها. أبل يا اختي ما تتحبسي انت، رخرة الحبسة الكبيرة وارتاح منك. اوعي خلينا عادي اوعي. في مالك كده زي ما اكون ميتلك ميت؟ مش تحمدي ربنا ده انا سطرت البيت ولميت الفضيحة؟ في عروسة ما تحضرش فرحها؟ أنا ما عزمتش حد من العيلة، كلهم لسانهم طويل وعاوزين جنازة يشبعوا فيها لطم، وأنا مش ناقص. وقال العريس كلهم رفضوا يحضروا زي ما يكونوا مش موافقين على الجوازة ولا حتى على النسب، بس أحسن لو خدنا الواد بطوله بشنطة هدومه عشان نعرف نمشيه على مزاجنا احنا. بس انا برضو صرفت لميت كل عمال المصنع وموظفينه عشان يعملوا منظر في الفرح. انا انت مش ناويه تقومي تباركي العروسه؟ سيبني سيبني يا مرشدي سيبني في اللي انا فيه. ماشي خيريه، انا هسيبك هسيبك خالص وهريحك مني، بس بقى من هنا ورايح في حاجة لازم تعرفيها وتحطيها حلقة في ودنك. من الليلة الكلمة هتبقى كلمتي والشورى شورتي، ومن هنا ورايح هبقى أنا راجل البيت، ومفيش حاجة هتحصل في البيت ده إلا بأمري، واللي مش عاجبه يشرب من البحر، والباب يفوت جمل.